هل أنت كاتب وتريد طباعة كتابك؟ بهدف دعم الكتاب وتعزيز القراءة، تعلن مؤسسة روانغا عن مسابقة كتاب روانغا لعام 2022، وتشجع الكتاب على كتابة وتأليف الكتب. قدم كتابك الآن إلى مشروع كتاب روانغا. شروط التقديم: يجب أن يحتوي الكتاب على ما بين 15 إلى 20,000 كلمة. ألا يكون قد تم نشر أو طباعة الكتاب من قبل. يجب أن يكون الكتاب حول موضوع التكنولوجيا. وبعد تقييمها من قبل لجنة خبراء، سيتم اختيار 4 من أفضل الكتب، وسيتم طباعة ونشر 1000 نسخة من كل كتاب من قبل مؤسسة روانغا. للتقديم يمكنك إرسال كتابك إلى البريد الإلكتروني book@ruanga.org، وللمزيد من المعلومات الاتصال بالرقم 0750-296-0222. آخر موعد للتقديم هو 31/1/2023. مشروع كتاب روانغا.